سيادة مستشار حضرتك قلت برضو يعني نصيحة وممكن حاجة هتفيد فعلا المالك اللي هو اللي بيتحمل الضريبة العقارية، قلت يعمل ملف الأرباح التجارية. طبعا النهاردة أنا هفترض أن أنا النهاردة بأجر لمدة 5 سنين، تمام، فالمفروض أن أنا على فكرة القصة دي قصة ميسرة جدا وبيدفع مبالغ بسيطة جدا، وفي نفس الوقت الناس بتقولك لا هدفع ضرائب وهدفع بتاع، لا ادفع الضرائب، لان انت بالنسبة لك كأرباح تجارية انت النهاردة تبقى متهرب ضريبيا انك ما تروحش تفتح ملف. فانا النهاردة بنصح اي حد بيفتح ملف بيعمل ايه، وده حق الدولة، وده حق الدولة طبعا أكيد. ولازم تاخده، وهو كمان هياخد حقه كويس جدا، لان هو النهاردة المبلغ اللي حضرتك تدور عليه في اللي بيدفعه هتلاقيه زهيد جدا. ازاي؟ هنفترض ان واحد بيأجر سنوي ب100,000 جنيه، بيدوله اعفاء 50,000 جنيه، تمام، اول 50,000 جنيه، الخمسين التانية بيجي النهاردة يقول لك ايه، يقول لك انا النهاردة كانت الاعباء المالية والاعباء بسيب لك 9,000 جنيه، النهاردة مع الاعباء بيسيب لك 15,000 جنيه، فتبقت كام؟ 35,000 جنيه. بيجي على 35,000 جنيه ياخد اول 10,000، ياخد منها 10%، والعشرة التانية ياخد منها 15، والعشرة التالتة ياخد منها 20%، ودي الحد الأقصى. هتفيده بإيه؟ نعم، هتفيد بإيه؟ جدا. انت راجل النهاردة بيخش لك مبالغ نظير الدخل بتاعك، ما انا بقول عشان كده لازم انا النهاردة المشرع لي ان هو يتصدى لقصة الإيجار. اذا كنت انا بدفع الضريبة العقارية وبدفع النهاردة الأرباح التجارية وراجل ملتزم، فانا لازم النهارده بمجرد ما الشخص اللي قدامي ما سددش الاجره لازم في خلال شهر ونص شهرين اخد معاه موقف. تمام تمام. الاستاذ جورج اتفضل يا فندم. استاذ جورج مساء الخير. مساء الخير، معلش تاخرناك، اتفضل يا فندم. لا مفيش مشاكل، بمس على حضرتك وعلى سياده المستشار. أهلا. انا ليا سؤال لسياده المستشار. انا عندي محل تجاري في موقع مميز جدا، وجاي لي مستاجر عايز ياجر، وعندي مخاوف من انه لو تحصر. حضرتك سيادة المستشار عارف ان القضاء بياخد وقت طويل، ايه الضمانات اللي ممكن اخدها، وهل موضوع الصيغة التنفيذية ده بيعجل من الطرد لو هو المستأجر تعثر في السداد؟ تمام، شكرا لحضرتك. هي طبعا الاستاذ جورج يعني لسه بنتكلم في القصه دي، عشان انا ما اقدرش اقول لحضرتك النهارده الضمانات. النهارده في بعض الناس يقول لك انا هاخد شيك مجمع بالمبلغ، في ناس كتير بترفض كراجل مستاجر يقول لك لا انا مش هعمل كده، يتخوف، لانه بيتخوف. فالاشكاليه دي لازم تحل. انت كلام حضرتك يا استاذ جورج كلام مظبوط جدا، انك انت هتاخد الصيغه التنفيذيه بس انت تضمن ان الراجل هيطلع بعد المده دي، لكن انا ما اضمنلكش النهارده ان المبالغ اللي هتدفع النهارده او تتأخر النهاردة انت هتخضع للقانون العادي تماما. تمام. والأستاذة ميري تفضلي يا فندم. أيوة تفضلي أستاذة ميري. لو سمحت ممكن أسأل سيادة المستشار؟ مع حضرتك يا فندم. اتفضل. أنا بنتي بتشتغل في التربية والتعليم، اشتغلت 21 سنة خدمة، وخدت بعديها 5 سنين أجازة رعاية طفل، وهي موجودة في الخارج، هتخلص رعاية الطفل ده 30/4، أقدم بعديها، عايزة أقدم لها معاش على معاش أنا بقدمه لها بتوكيل رسمي عام، وعارفة إن طبعاً توكيل عايزة تعمل معاش مبكر يعني يا فندم؟ بس أنا عارفة إن هو دوت بتقبضوا عن سن 60، بس لازم تقدم دلوقتي، هتخلص الأجازة 30/4 ولازم تقدم على المعاش. أنا بقى هي في الخارج، أنا بقدم لها الطلب دلوقتي بتوكيل رسمي عام جات التربية والتعليم، وأنا بقدمها بيقولك نرفض، لازم هي اللي تحضر بنفسها، هل ده صحيح ولا تعمل إيه؟ والتلاتين أربعة هتخلص الأجازة ومش عارفين نعمل إيه. طيب يعني هل ينفع بالتوكيل العام؟ حضرتك معاكي توكيل عام يا فندم؟ معايا توكيل عام. طب حضرتك خطبت الجهة الإدارية دي قبل كده نيابة عن بنت حضرتك؟ ايوه، احنا من ابتدينا من نص مارس في تقديم الطلب. ردوا عليك قالوا لك ايه؟ ما انا بقول لهم اكتبوا لي سبب الرفض، بيقولوا لازم هي اللي تيجي بنفسها تقدم طلب المعاش وهي في الخارج وانا معايا توكيل رسمي عام. بصي حضرتك الاشكاليه دي النهارده. أيوة. التامينات بتحاول تتحقق من الشخص طبعا طول العمر لبنتك، بيتتحقق ان اذا كان الشخص على قيد الحياه ولا لا، لان التوكيل ممكن حضرتك يبقى توكيل رسمي عام معمول والشخص مش موجود، طبعا مش حالي بنت حضرتك يا استاذه ميري، يعني التحايل التحايل
فالقصة اسأليهم إذا كان ممكن يعملوا توكيل عام مخصص حديث، يعني ينص على إن أنت النهاردة تقبضي المعاش ليها، فأقول لهم أنا النهاردة هجيب لكم توكيل من برة مخصص لهيئة التأمين والمعاشات. لأن خلي بالك التوكيل العام النهاردة في بعض الأحيان كثيرا جدا يقولك لا خصص لي الحاجة اللي أنت عايزها فيها. ده خصوصا يا أستاذة ميري ممكن يبقى معهم حق، لأنه قرار مصيري يعني بيحتكم الأمرين طبعاً. الأول حاجة أنه ده هياخد معاش، ده قرار طبعاً. نمرة اتنين، من الذي سيستحق المعاش؟ طبعا بالضبط كده. يعني زي ما قال لك سيادة المستشار ياريت يعاد كتابة توكيل مخصص. قدمنا التوكيل ده لحضرتك، قدمنا التوكيل. انت قدمت التوكيل الرسمي العام يا أستاذة ميري؟ لا الأول توكيل الأول خاص بالمعاش رفضوه. قدمنا التوكيل الخاص بالمعاش رفضوه. رحت أنا محددة توكيل رسمي عام. هي فين اصلا يا استاذه ميري؟ مسافره في امريكا. هي مسافره في امريكا. اه عايز اقول لك حاجه، بالنسبه للتامينات طبعا التامينات دي ليها عالم وقانون خاص بيها جدا، وهم على فكره فير جدا لما بتروح لهم بيوضحوا الامور تماما يعني. بس عايز اقول لك حاجه، هي لو قعدت سنه واثنين وثلاثه المبالغ المستحقه ليها بتاخدها باثر رجعي. يعني اقصد اقول لحضرتك تاخيرك النهارده في القصه لن يضرها نهائي. يعني لو اتأخرت سنة، اتأخرت اتنين، اتأخرت تلاتة، اعرف ان كل الامور دي هتستحق ليها تماما. لا بس قالوا لنا 30/4 هتخلص الاجازة بدون مرتب، بعد كده هتعتبر منقطع عن العمل. ما هو يبقى لازم ترجع تقصدي. هم مجبرين على كده، هل ده قرار؟ وبعدين انا بطلب منهم طب اكتبوا الرفض، مش عايزين يكتبوه. أستاذ ميري، هل من المقترح مثلا أن تخاطب الجهة الإدارية الأعلى من الجهة اللي خطبتها الأول؟ هي العمل فين أصلا؟ حضرتك قدمت الطلب فين يا فندم؟ كان إدارة اللي هي في إدارة الزيتون التعليمية في الإدارة. يبقى ممكن تتطرقي للدرجة الأعلى لوكالة الوزارة مثلا كده. في عبد باشا رحنا لإدارة عبد باشا رفضت. قالت لازم هي اللي تحضر، هل ده قانون؟ اه طبعا. بص خلي بالك هي دلوقتي كده مدتها هتنقطع عن العمل. انا رايي النهارده ان لازم تثبتي ان في عذر قهري في ظروفها انها ما تعرفش ترجع، حتى لو بالبلاغ بالتلغرافات وبالوسائل الرسميه عشان تثبتي الحق. ويمكن برضه يا استاذه ميري النقطة اللي قالها سيادة المستشار دي ممكن تفيد حضرتك، اللي هو الظرف القهري في ظل جائحة كورونا وما فيش سفريات، فممكن بالزبط. تستند ليها بمخاطبات دي، واستند المخاطبات عشان كده ما يقدروش ان هم يغلوا يدهم انهم يعملوا اي اجراء في قطع الـ او يعتبروها منقطع عن العمل. شكرا استاذ ميري. دكتور مينا اتفضل يا فندم. الو مساء النور. مساء الخير يا فندم اتفضل. اولا يعني اشكر حضرتك واشكر سياده المستشار، احنا محتاجين خمس حلقات في موضوع عقود الايجار الجديده. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا بحضرتك. هو انا امتلك صيدليه واجرتها لزميل او يعتبر زميل وجار في نفس الوقت بموجب عقد ابتدائي، بس ما وصلتش، واول ثلاث سنين الدنيا تمام، وبعدها جددنا سنتين، وبعدين الزميل دوت بدأ يلمح بأنه هو عايز ياخد الصيدلية تمليك. فأنا دلوقتي بدأت أحس بعدم الأمان شوية بأنه ممكن يبقى بقى له مدة وحاطط إيده على المكان. فهل أنا أقدر لو يعني نهاية العقد 2021، هل أنا أقدر أحط شرط وأنا بعمل عقد جديد لو ربنا أحيانا بأن أنا أقدر أبعت له أو يعني أن أنا أقدر أمشيه في أي وقت حتى قبل انتهاء مدة العقد، ويتكتب إزاي الشرط ده؟ ولو إحنا فعلا اتفقنا عليه وكتبناه، هل لو أنا حبيت فعلا أقول له أنا محتاج الصيدلية بتاعتي، هل أقدر أبعت له الإنذار إزاي؟ هل بيبقى محضر بروح بنفسي المحكمة بوكل محامي، بحيث أن أنا لو حبيت أسترد صيدليتي اللي هي معاه دلوقتي في حيازته حوالي خمس أو ست سنين ما يبقاش حط إيده عليها وأنا حاسس أن أنا مش عارف أستردها تانية؟ هو العقد هينتهي إمتى يا دكتور مينا؟ هو المفروض العقد ينتهي في آخر 2021، وفي ديسمبر نكتب بقى عقد جديد لسنتين. هي 2021 يعني كام 21؟ ديسمبر 31 ديسمبر. يبقى 31/12/21. ايوه تمام بالظبط يا فندم. طيب في استفسار تاني فندم؟ لا خلاص كده. شكرا استاذ مين. الدكتور بص يا دكتور مينا، انا عايز اوضح لحضرتك برضو حاجه مهمه جدا.
النهارده انا النهارده العقود زي ما بنقول ان هو يعني واضح انه طبعا هو ملتزم في سداد الاجره وكل حاجه او سداد الفلوس دي. هو النهارده علشان اضمن الحته ان انا يبقى المكان كده كده في وقت من الاوقات راجع لي راجع لي، يبقى انت اما تيجي تعمل العقد الجديد يبقى هنا هتاخد الماده 136 لسنه 2006 وتعمل صيغه تنفيذيه في الشهر العقاري. ده واحد. نمره اتنين، خلي بالك ما فيش جهه نهائية تقدر تملك حاجة من غير ما يبقى فيه عقد مسجل. حتى الضريبة العقارية والعوايد اللي بنسميها العوايد ما بيحطكش أبدا إن أنت مالك للعين، هو بيحطك شاغل للعين لحد ما تسجل الوحدة تسجيل نهائي. فاطمن خالص عن النقطة دي وبعيدة كل البعد إن هو يتصرف أي تصرف. فالقصة دي ما فيش مشكلة فيها، لكن لو أنت عايز تجدد العقد وتعمل الصيغة التنفيذية اعمل الصيغة التنفيذية وكده ضمنت. أما عن السؤال الأخير، ما ينفعش النهاردة إن أنا أديك عقد لمدة 5 سنين زي ما أنا المفروض. أنت برضو العقود خلي بال حضرتك برضو حتى مهمة جدا، إن العقود بتلزم الشخص المستأجر إن هو لو هيسيبك قبل المدة يدفع المدة كلها. فأنت زي ما أنا النهاردة في عقود بتلزمك إنك تدفع المدة كلها كتعويض عن إنك أنت سبتني قبل المدة ما تنتهي، فأنت النهاردة ما تقدرش تسيب ولا المدة، لازم تكمل مدتك ال5 سنين وهكذا. سيادة المستشار، بالنسبة لقانون إيجار الأماكن محدد المدة اللي هو 96، حضرتك قلت فيه اللي هو قصور تشريعي واجب يتم معالجته حتى تكون الأمور على بينة بالنسبة للطرفين. لما أنا صاحب الملك أحتاج الشقة ألاقيها، وبالتالي لو عندي شقة مش هخاف أني أفتح الشقة وأجرها. تمام، ما هي استقرار المعاملات المادية. صحيح، استقرار المعاملات المادية اللي هي تجارية. هو انا لما باجر الشقه انا طب ما احط يعني ابيعها واحط الفلوس في البنك. هي صحيح. المشكله في قصه النهارده في الاشكاليه انك انت النهارده تاجر المكان وبعد شهر واثنين وسته وسبعه بتتوقف وممكن تقعدني. انا نفسي اشكاليات كتير يعني واجهتها، ان النهارده الشخص ممكن يبقى عليه 5 6 شهور، انا ما بيجي لي اقول له طب حاول تمشيه وخلاص وتنزل على ال5 6 شهور دول. لانك انت لو دخلت معايا المحكمه انت تقعد سنه واثنين عبال ما وثلاثه عبال ما انا اجيبها لك وهو مش هيكون موجود. فالاشكاليه دي لازم تحل فورا لالا حرصا على المعاملات التجاريه. والنهارده الناس اما بسالها يقول لك يا عم انا مش ناقص مشكله، لان انا احتمال النهارده يحصل مشكله مع المستاجر فانا خلاص سايبها مقفوله. فكده هو يعني سياده المستشار، شيء بشيء يذكر. انا دلوقتي مستاجر اتاجر مده معينه مثلا 20 سنه وبعد كده توفى يعني بعد 5 سنين، الامتداد بينطبق عليه نفس الامتداد الخاص بالقانون القديم ولا ايه الموقف؟ ولا هل القانون 59 سنه هيسري عليه؟ لان هو القانون النهارده بينص انه بيرسي على ورثته وهو في يعني يمتد للورثه. يمتد طبعا للورثه اللي خاصه ال 59 سنه هيمتد للورثه تماما. يعني اذا كان متبقي 10 سنين ياخد ال 10 سنين الورثه تماما. تماما وبدون اي فصال في الكلام ده، لان هو النهارده واخد 59 سنه مش ليه لوحده، هو واخدها لاسرته. طيب ده لو كان مخصص للسكنه. طيب لو مخصص لغير اغراض السكنه، بالنسبه للقانون القديم بيقول لازم ان يمتهن نفس المهنه مثلا. تمام. بالنسبه لو ايجار مثلا محل والابن مش بيمتهن نفس المهنه، هل من حق المالك انه يطرده ولا يقول له لا انا ده عقد جديد محدد المده ف مالكش دعوة بامتهن مهنة أو غيره؟ كان لي بال حضرتك هو برضو في إشكالية مهمة. إحنا النهاردة في العقد ده بنكتب فيها إن إحنا إن هو بينقضي بالوفاة كعقد جديد كمحدد المدة لغير سكني. لو مقرب كده هيبقى منتهي وملهوش حق الامتداد. صحيح ممكن الاشكاليه دي تحلها المحاكم وتقول لا يبقى ليه الامتداد وياخد الامتداد حرصا على اساس بالظبط كده. بالظبط. فهي النقطه برضو انها المفروض النهارده اللي ياخد حاجه زي كده ينص ان المفروض ان ورثته لحد ما ينتهي العقد. يعني الواجب طالما استندنا الى القانون المدني وهو العقد شريعه المتعاقدين يبقى كل حاجه تبقى على بينه مكتوبه. على بينه موجوده. بالظبط. النقطه بس وخلي بالك انا يمكن اتكلم في موضوع ملوش علاقه بال 496. في اشكاليه اخرى في العقود القديمه بخصوص العقود اللي هي الغير سكنيه. النهارده ما يقول لك ان بتورث لمره واحده، احنا بنتفاجئ ان الواحد ده ممكن يبقوا 5.
اللي هو الجيل فياخد كل الجيل. فهو كان المفروض برضو ان المشرع النهارده بيقول انا عندي محل النهارده وفي ورثه، فالمفروض انها بتورث لمره واحده. يبقى هتورث ازاي؟ هتورث لشخص واحد ويحدد القانون. يعني كان في استفسارات كتير سياده المستشار، ولكن للاسف وقتنا انتهى. فشكرا سياده المستشار عادل عزيز المحامي النقد والدستوريه العليا، اكيد شرفتنا فيك. الله يخليك، الله يخليك، شكرا. اعزائي المشاهدين، بنتمنى نكون قدمنا لحضراتكم معلومه قانونيه مفيده. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه. لوعد لقاء جديد ومتجدد يوم الخميس القادم في تمام الساعه 7:30 مساء على الهواء مباشره. شكرا لحضراتكم، تصبحوا على خير.